أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من رجع الصدى في قناة القلم. رحبوا بكم في حصتنا هذه، كالعادة نختار موضوع اللي يمس المجتمع متاعنا. اليوم باش نحكيو على السياحة الموازية في مدينة صفاقس. مدينة صفاقس الجديدة أصبحت باحة للسياح، سياح أشقاء عرب وغيرهم، اللي تستقطب العديد من السياح اللي يمكن يكونوا يكونوا عندهم جلب للعديد من الموارد الرزق للمواطنين، كذلك يمكن يجيبوا معاهم مخاطر او مساوئ نحبوا انه نتجاوزوها. اليوم باش نحكيو على السياحه الموازيه في مدينه صفاقس، كيفاش ولات صفاقس الجديده باحه لاستدراج الاحداث. للاسف شنو مسؤوليه الامن والتصدي الى هذه الظواهر، مسؤوليه الاسره والمسؤوليه التربويه والمجتمع بصفه عامه في حمايه ابنائنا اللي نجم يكون مغرر بهم. التوعيه والاحاطه في مجتمعنا، كل هذه الاسئله والمحاور ان شاء الله اللي نطرق لها مع ضيافي اللي حاضرين معايا، سي محمد سلام محافظ شرطه اول ورئيس فرقه الامن السياحي بصفاقس المدينه. اهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك. كذلك سي سمير القشري مكون جهوي في الخدمه الاجتماعيه. اهلا وسهلا بك سي سمير. شكرا. الناس نشرتنا تنجموا تدخلوا معنا على رقم الهاتف 74 600 21 600 7، تنجموا تدخلوا معنا فيما يخص الموضوع هذا، تعطينا رايكم، تعطينا الحلول، كيفاش نجموا مجتمعنا يكون افضل، كيفاش نجموا نبنيوا مجتمع يكون حقيقه يوصل البلاد هذه الى بر الامان، كيفاش نجموا نحكيوا على مجتمع عنده مسؤوليه تربويه اسريه، مسؤوليه امنيه، تكون الناس الكل عندها طريقه واحده انها تتصدى لكل الظواهر الخطيره في مجتمعنا. نبدا على بركه الله موضوعنا اليوم. صفاقس كما قلت لكم فيها السياحه الموازيه، وتمتاز بسياحه انواع وخصوصيات السياحه في صفاقس، سياحه تضامنيه، ثقافيه، استشفائيه، للاعمال الصحيه. سياحة يظهر لي سي سمير ترجع للبلاد بالعديد من المنافع. مما لا شك فيه اخت مروة، هي ساحة معروف على جهة صفاقس معناها السياحة نتاعها الأكثر هي سياحة استشفائية، وثم سياحة ثقافية نوعا ما، معناها جزء من السياحة الثقافية، وعندها سياحة زادة تعنى فهمني بالجوانب التراثية، معناها كل ما يتعلق بالمعالم. ولكن كما قلت انت الحاجه الباهيه في السياحه نتاع صفاقس اللي عندها خصوصيه اللي هي معناها قاعده تحرك في الدوره الاقتصاديه، تحرك في البلاد، وقاعده تفيد معناها البلاد معناها فهمني في برشا جوانب، معناها هيك الجانب الايجابي. ولكن اون كونتر بارتيز ده معناها في المقابل ثم الجانب السلبي، وهذا ربما باش نتحدثوا فيه معناها خلال الحصه هذه، الجوانب السلبيه معناها نتاع السياحه في صفاقس. احنا باش نبداو نحكيو على السياحه اللي من شأنها انها مثلا نقولوا نبداو بالسياحه التضامنيه، نحكيو شويه على خصوصياتها اللي نجمو، خاطر مش باش نبداو بالمساوئ من اول الحصه، خاطر اكيد فما نكونوا ايجابيين، ما يسالش، خاطر المساوئ احنا جايين هم فما حتى حد ينكر انه فما مشاكل في مدينه صفاقس او في ولايه صفاقس، وفما حد ينكر يقول انه السياحه هذه مش قاعده ترجع لنا بالخير عينا. كما قلت انت السياحه تنجم تجيب لنا تحرك الدوره الاقتصاديه، لكن فيها شويه مساوئ. السياحه التضامنيه للي ما يعرفش معناتها السياحه التضامنيه هو راهو السياحه التضامنيه ما نعرفش، هي مفقوده شويه، مفقوده شويه ومعناها قليله جدا معناها في جهه صفاقس، باعتبار اش معناها السياحه التضامنيه؟ معناها هي سياحه تكافليه، هي سياحه تازوريه، معناها سياحه عباد تجي معناها من مناطق اخرى فهمتني، وتصير لك اللحمه معناها بين الاطراف باغ اكزومبل، من جهه من داخل الجمهوريه ولا من خارج حتى الجمهوريه، يجيو معناها في جهه ويعملوا معناها يعملوا تضامن على جميع الاصعده، معناها فهمتني التكافل والتآزر والتضامن على معناها مفقوده، تكون مفقوده في صفاقس. ما نتحدثوش على السياحه التضامنيه خاطر بس تاكلت، معناها ما عادش ربما يقع حياه، ربما سي محمد عنده شي فكره على السياحه التضامنيه في جهه صفاقس. يظل في المعطى الامني اكيد انه ساعه قبل ما نوصل نرجع للسؤال، شنو احوال السياحه في صفاقس امنيا؟ مريقله امورها 100 على 100. مريق لا امورها 100 على 100 يظهر لي 100 100. السياحه بصفه عامه، السياحه بصفه عامه بالنسبه لنا امنين، ثم استقرار امني في صفاقس، ما عندناش مشاكل
في صفاقس ما صارت لنا حتى مشكله مست السياحه ولا تمس في ما صارت لنا حتى مشكله. الحمد لله يا ربي. توا كنت نحكي مع سي سمير قلنا فما سياحه تضامنيه، سياحه ثقافيه، الاستشفائيه، الصحيه، الاعمال، الناس تجي اكيد فما توافد كبير من اشقاء عرب يحضروا لصفاقس للغايات هذه، معناتها فما الدواء، فما الاعمال، فما اكيد تكون عندكم خطط معناتها موجوده حاضره باش تاطروا السياح هذوما او توجهوهم او كيف كيف تتفطنوا المشاكل. بالنسبة لنا السياحة، السياح اللي يجيوا لصفاقس عندنا زوز أنواع احنا من سواء السياحة الاستشفائية ولا الاقتصادية بكافة فروعها أنواعها، معناها تجارية، الاقتصاد بصفة عامة. احنا مهمتنا عندنا زوز مهام، هو أنه نحميو الاقتصاد، نحافظوا على السياح هذا. بالنسبة للأمن موكله دور حماية السياح هذا، نرافقوهم، حافظوا عليهم، نحميوهم خلال تواجدهم في تونس في مرجع النظر، وفي المقابل نحاولوا نحميو البلاد. ساعات يجيوا سياح نياتهم مش سليمة في البلاد ولو أنها نسبة قليلة، احنا مطالبين باش نتبهوهم. مثلا خلصوا كلمة نياتهم مش سليمة، شنو معناه؟ في اي بلاد في العالم، اي بلاد في العالم السياح اللي يدخلوا لها مش الكل داخلين، معناها ثم شكون جاي بنية التهريب، ثم شكون جاي باش يفسد الاقتصاد ولا يمس الاقتصاد. احنا مهمتنا نحميهم السياح خلال تواجدهم في تونس، مطالبين باش نحميهم باعتبارهم ضيوفنا ويدوروا لنا الاقتصاد ويجيبوا منفعه كبيره للبلاد، العجله الاقتصاديه تدور، وفي المقابل نحميو الاقتصاد نتاع البلاد ونحميو النشأ نتاعنا. عندنا برشا مهام انه نخافوا عليهم ونخافوا على جزء صغير منهم. صفاقس على غرار العديد من المناطق تمتاز بالسياحة اللي هي الاقتصادية الاستشفائية معناتها وغيرها، يعني فما رجال اعمال جي يمكن مسكوت عنه ما نشوفوهش برشا وما يظهرش برشا على وسائل الاعلام، لكن هنا فما دخول الى دخول موارد رزق جديده، دخول معناتها يمكن عقليات جديده. انتم كامن معناتها مكانتكم وين؟ تتبعوا حتى المشاريع اللي باش يتم تفعيلها في البلاد؟ احنا بالنسبه لنا هو شنو، احنا عندنا مفهوم الامن الشامل، انه نحميه المواطن في الامن، المفهوم الدارج اللي عندنا هو حمايته في امنه وفي تنقلاته وفي في في الامور هذه. وفي المقابل راهو عندنا الامن الاقتصادي، انه نحميو الاقتصاد بما فيه من التهريب، من التجاره الموازيه، من برشا حوايج، العملات من العمله وما غيره، من تجاره العمله خارج الاطر القانونيه، مثال دخول في مسالك التوزيع، مثال برشا حوايج سيرتو التجاريه، الشقق المؤثة هذه الكراء، معناها الشقق المؤثة بدون ترخيص قانوني، من غير رخص قانونية، هذا الكل يمارس السلطة الأمنية تمارس الدور الزجري، تحرير محاضر وإحالتها على العدالة وتنسيق مع القبادة وإحالة محاضر على القبادة المالية، هذا الكل باش نتصداو للظاهرة هذه. سي سمير، السياح يجيونا من كل البلدان، أشقاء عرب يكونوا حاضرين بحضرنا، فما ثقافات، فما عقليات جديدة تنجم تكون تأثر سلب أو إيجاب على المجتمع. شنو أهم المظاهر اللي نجم نلقاهم في يعني توافد السياح وتأثيرهم على المجتمع نتاعنا؟ المشكلة بالنسبة للسواح العرب ما نختلفوش في المرجعيات، معناها العرب جنرال مو، نحكي لك على السواح العرب، معناها ما فيش خوف كبير ياسر، فهمتني، وقت اللي يتوافدوا علينا معناها فهمتني في تونس، دونك ما نخافوش منهم معناها على التأثير على أبنائنا. اللهم معناها جهات عندها معنا ديولوجيات معينه هكا مما لا شك فيه، معنا في ثم خطوره على اطفالنا وعلى النشا نتاعنا، ولكن المشكله في السياح الاجانب. السياح الاجانب اللي يحملوا معنا فهمني ثقافه اخرى وثقافه غربيه، ثقافه داخله ربما ما تمشاش مع خصوصيات الجهه نتاع صفاقس. مثلا مانيش عارف انا حاجات بسيطه، مثلا على مستوى التعامل مثلا في مع الاطفال نتاعنا فهمتني، في الحريه مثلا المطلقه فور اكزومبل، لو كان تشوف انت في مجتمعات متقدمه مثلا طفل ولا طفله معناها في سن 16 سنه ياخذ استقلاليه نتاعو، معناها يمارس اللي يحبوه، وحتى واحد ما ينجم يدبر فيه. بالنسبه لنا احنا ما زلت عندنا الخصوصيه، معناها ما زلت عائله محافظه، دونك السياح كي يجيو ربما ثم حتى سلوكيات من نوع ما معناها بزمو اباحيه فهمتني، معناها والا الاوداسيتي الجراه فهمتني في لباسهم ولا في كلامهم
ولا في منطقهم ولا في افكارهم ولا في اتجاهاتهم. هذه تاثر على الابناء نتاعنا وسيرتو الابناء اللي يكونوا معناها غير متشبعين زاد فهمتني بالقيم، معناها ما يكونش عندهم ارضيه صحيحه، معناها ماهمش ثابتين. معناها والمشكله توا في الاسر التونسيه وخاصه معناها ثم استقاله كليه نتاع الاسر، الاولياء استقالوا معناها فهمتني، ما عادش سماك التربيه الصحيحه. ما نقولش ما ثماش معناها اندثرت كومبليتمون، مازالت في بعض المنازل وبعض الاسر والاسر معناها المتوازنه اللي عندها توازن اسري، ولكن اغلبيه الاسر بدعوه معناها التحرر وبدعوه معناها التحضر وبدعوه معناها التطور ولات فقدت الاهليه نتاعها سورتو البو الام، ماهمش قادرين على رعايه ابنائهم، ماهمش قادرين على تاطير ابنائهم، ماهمش قادرين فهمني على تربيه ابنائهم. فما تغيير بين اسره قبل واسره توا، لا شك فيه. معاش راهو الاسره القديمه اللي الوالدين يتصلوا يكلموا وليداتهم، وينكم وين مشيتوا وين خرجتوا، حتى كي توك تكلم تقول لك اش فيك خايفه عليا هاني سي هاني خايفه عليا. الاستقاله اللي كنا نحكيو عليها، استقاله الاولياء واستقاله الاسر. الأسرة لاعتبارات عديدة زادة ولا تغير قادرة فهمتني على مرافقة أبنائها في جميع مراحل عمرهم. الأسرة توا تبدلت، احنا البارح بالأيام كانت عندنا الأسرة الممتدة فهمني، وتوا ولات عندنا أسرة نواتية وعندنا توا نوع آخر معناها فهمني حتى على مستوى السكن. سي محمد شفت معناها السكن كله ولا بلاسك سكن عمودي معناها وماهوش وظيفي، وإضافة إلى خروج معناها فهمتني المرأة للعمل فهمتني، هذا زاد من دوره كانت البارح بالأيام. هذوما نجموا نعتبروهم أسباب من بين الأسباب مالها هيك مفرزات. طيب شنو نقول لك، شنو الأسباب اللي خليت الأسرة توا تستقيل أنها تتربي أولادها أو تتابع أولادها؟ لهنا قلت لي المرأة من بين الأسباب، راه مش سبب رئيسي، راه على خاطر راه فما برشا أسباب، منها أسباب ثقافية، منها أسباب سياسية، منها أسباب اقتصادية، منها أسباب اجتماعية. أما من بين العوامل اللي استقالة الأسرة، الأسرة معناها أعطت المهام الأصلية نتاعها إلى مؤسسات بديلة، معناها منها معناها المؤسسة التربوية والمؤسسات الكل، معناها المؤسسات اللي تعنى بالأطفال وبالشباب فهمت. دونك هذوما كلهم خذاتهم الأسرة، استقالت الأسرة ولات عندها برشا ضغوطات معناها ولا تغير قادره فهمتني على ممارسه دورها فهمتني، دور الاسري اللي هي معناها مطالبه به واللي هي معناها في القانون ترجع للجوله القانونيه. الاسره عندها برشا وظائف فهمتني، منها الوظيفه التربويه هذه معناها بار الوظيفه الحمائيه والوظيفه الانجابيه والوظيفه النفسيه، عندها وظيفه تربويه معناها مسؤوله عن النشأ نتاعها. دونك انت اذا باش تطلعني انت باش تطلع لي قوه انتاج، انت الاسره باش تطلع لي جيل جديد، الجيل هذا اذا ما يكون متشبع معناها بالقيم اللي بالحق معناها ترجع المرجعيه نتاعنا اللي هي مرجعيه دينيه، مرجعيه اسلاميه، مرجعيه عربيه، دونك اوتوماتيكمون فهمتني باش تدخلوا في متاهات. علاش ما نلوموش اصغارنا توا كي راهو معناها الاغلبيه معناها تلقاه سامحني بالكلمه تلقاه ماهوش متربي. معناها مش متربي؟ معناها ما يحترمش، لا يحترم الكبير، لا يحترم معناها بوه، لا يحترم امه، لا يحترم جاره، لا يحترم معناها اقاربه ولا اخواته. الصغير في الشارع كي يقف عليه راجل كبير ولا مراه كبيره تقول له احشم ما نقولوش دخلك. لا يسمعوا الكلام. هذا يحكي لنا سي محمد على الجوانب الحقوقيه اللي توجدت. زملائي زميلي حمزه في غرفه البث يقول لي سمعوا ما يكره مش نقول له حتى اش دخل. خلينا نمشيو ونشوفوا اجتياح السياحه الموازيه لصفاقس، السياحه الموازيه في صفاقس تهدد صفاقس او لا. عنا تقرير حضرناه زميلنا حمزه برجب ومحمد علي غزال في المونتاج، نتفرجوا فيهم بعد نرجعوا نكملوا استدراج الاحداث وكيفاش ولات صفاقس باحه لاستدراج الاحداث للاسف. نتفرجوا بعضنا وبعد نرجعوا. لا شك أن ولاية صفاقس تمتلك خصوصية ثقافية وباتت وجهة سياحية خاصة من الأشقاء العرب لامتلاكها شريطا ساحليا الأطول بين مختلف ولايات الجمهورية، كما أن صفاقس محافظة على الطابع المعماري لأسواقها ولأزقتها التي باتت مهددة بطمس الشخصية والاعتداء على الذات، فهي بقيت بعيدة عن المراكز السياحية الكبرى لتحافظ بذلك على خصوصياتها ومميزاتها وعلى مدينتها العتيقة التي يحيط بها سور يعود لقرون خلت. وبالرغم من كون ولاية صفاقس لا تعد من أهم الولايات السياحية في تونس، إلا أنها أصبحت وجهة سياحية هامة لعدد كبير من السياح للاستشفاء والسياحة الثقافية وغير ذلك. إلى جانب هذا تنامت ظاهرة السياحة الموازية التي باتت تهدد الدورة الاقتصادية والسلوك العام للمواطن. شو رأيك في السياحة في صفاقس؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سياحة ممتازة جدا يعني. بالنسبة لزيارة الدبين لصفاقس هي معناها
بالنسبه لصفاقس تسمى معناها مبنيه على خاصه في العقارات وفي الكراءات، معناها مبنيه على الليبيين اكثر حاجه، معناها فهمتني، معناها بالنسبه اقتصاديا بالنسبه لصفاقس معتمده اكثر من 70% على الليبيين. يجوا باش يداويو، يجوا عطى الغربيه باش يداويو، هما عطى الدوي وشويه فريد، وطول الوقت الحالي زاد مش دخلوا المنتوجات للمهربه. شنو سبب زيارتكم من هنا للسقس؟ علاج ان شاء الله. ثاني زياره لتونس، الزيارتين علاج. يجيو بون يداوي ويجيو باش يستثمروا ويجيو باش يقضيوا. ولا يداويوا معناها في المصحات سفاقس. عموما نرى معناها في ليبيا يجيو معناها اكثريتهم معناها للعلاج خاصه في سفاقس. شنو سبب زيارتك لتونس؟ والله 90% علاج. و 10%؟ 10% سياحه. سبب زيارتي علاج. عندي المدام مريضه نعالج فيها، وانا درت قبل زوج عمليات هنا. اما اللي جو نصهم سياحه ولا علاج. علاج ومنها سياحه، يكمل باقي الايام سياحه. الايام اللي عالج فيه نعالج فيه، ما فيش مشكله يعني. تونس بالنسبه لي المهم البلاد من الثانيه، خاطر ديجا عندهم انا مصالح ذاتيه ومصالح اقتصادية وكل شيء. فيليبين واجدين جايين لصفاقس بسبب العلاج، لان احنا غادي ينقصنا شوية علاج في ليبيا، فاكثرية الليبيين متواجدين هنا بسبب العلاج يعني الاغلبية. واكيد في منهم جايين للسياحة الاخرى يعني لاغراض حاجات اخرى، بس مش كل الليبيين يعني. يعني في كل مكان في الزين وفي الشين في جميع الدول هذه. أنا نقول حاجة برك، السائح مرحبا به، الأشقاء الليبيين مرحبا بهم، كل عربي وكل مسلم وكل سائح وكل نفر من العالم مرحبا به. أكيد أن ليبيا وتونس شعب واحد، وأكثر بنحسوا تونس قريبة علينا واجد، لأنها أخواتنا وفي نفس الوقت شقيقتنا وجيراننا في نفس الوقت، ولينا محبة بتونس أكثر من الدول الأخرى. لان تربطنا بهم علاقات واجده، ونحس بان تونس قريبه لنا واجد. تتميز صفاقس بكثافه سكانيه عاليه، اذ تتصدر المرتبه الثانيه بعد تونس الكبرى، كما تتميز بحركيه تجاريه واقتصاديه وخدماتيه مستمره، مما يجعل صفاقس في نشاط متواصل. لكن وجب التدخل من المجتمع المدني واطراف متعدده للمحافظه على القيم والاخلاق الفاضله والخصوصيه الثقافيه والهويه المحليه، نظرا لطبيعة أهلها المحافظين. وجب التدخل من عديد الأطراف، مجتمع مدني، أسرة، تربية وأمن، خاصة الأمنيين. وحاضر بحثنا سي محمد سليم رئيس رقة الأمن السياحي بصفاقس، تعليقك على كنت تشاهد فيه بعد مش نسألك سؤال. بالنسبة للي شفناه تو هذا صحيح، بالنسبة لصفاقس يهبطولها برشا أشقاء ليبيين من أجل السياحة الاستشفائية، وكما قلنا السياحة الثقافية والاقتصادية. كيف ما قلت لك، احنا بالنسبة للسياح طول ما يدخلوا هما البلاد هما في حمايتنا، واحنا مطالبين باش نضمنوا لهم حمايتهم ونضمنوا لهم استقرارهم الأمني والنفسي. كما قلت لك، وبالنسبة للأمور نتاع حماية الاقتصاد هيك كما قلت لنا، واحنا بدورنا عندنا منظومة أمنية متكاملة، برشا فرق تخدم متناسقة مع بعضها وتنسيق تام في حماية الاقتصاد وحماية النشأ وحماية السياح. لجانب هذا على طول ما هما موجودين عندنا. أكيد احنا نوجه تحية لكل السياح اللي يجيونا، أشقاء عرب ليبيا أو غيرهم. احنا تعرفوا ان مدينة صفاقس وجهة كبيرة برشا للليبيين والجزائريين وغيرهم من السياح. بدينا نحكي على تواجد بعض من المظاهر اللي تهدد البلاد وتهدد وليداتنا الصغار.
خاصة انه توا قلنا قبيله شويه انه صفاقس ولات وجهه لاستدراج الاحداث، علاش توا ولينا نسمعوا في العديد من المحطات الاذاعيه والا في الصحف المكتوبه ولا حتى تتناقلها مع العديد من على المسامع او حتى المواطنين يقولوا انه دخلت الفرق الامنيه باش على وكر او دخلت في مقهى او دخلت امام نزل او دخلت معناتها قدام مغازه كبرى، لانه فما بنيات فما العديد من الاطراف. علاش وليت توا صفاقس للاسف باحة للفساد؟ علاش تو بالنسبه للعمليات الامنيه هذه اللي نسمعوا فيها نسمعوا بها سواء في الاذاعه ولا في التلفزه ولا في الصحف، هو دليل على المجهود الامني واهميه المجهود الامني في التصدي للمظاهر الاخلاقيه والتفسخ الاخلاقي وبصفه عامه لحمايه الاخلاق، هو دليل على عمل الوحدات الامنيه. بالنسبه لنا كمؤسسه امنيه احنا عندنا العديد من الوحدات، ابار انه ثم مراكز ترابيه مراكز امن وطني مراكز امن عمومي قاعده تخدم في مرجع النظر نتاعها وتبذل في مجهودات كبيره باش تضمن الامن العام على كامل مرجع النظر. ثم وحدات اختصاص اللي هما يتبعوا سواء المنطقه تحت اشراف السيد رئيس المنطقه ولا مصالح في الاقليم تحت اشراف السيد مدير الاقليم، نخدموا في تنسيق تام مع بعضنا انه نعززوا المراكز ولا الاقليم فيديو يعزز المنطقه من اجل التصدي لكل مظاهر المخله بالامن العام. بالنسبه لنا عندنا بالنسبه للصغيرات هذم اللي قدام الليسيات احنا عندنا التزام قانوني والتزام اخلاقي. التزام قانوني كسلطه امنيه احنا مكولنا كما قلت لك مهمه حمايه هالصغار هذم من اللي يخرجوا من ديارهم لين هما يقراوا لين يرجعوا لديارهم. والتزام اخلاقي انه يلزمنا نحافظوا عليهم هيك من صغارنا وفي ضمانتنا، معناها احنا كي نشوفوا وليدات صغار قدام الليسيه هيك نديري ولدي ولا بنتي. اكيد. احنا بالنسبه لنا عندنا منظومه متكامله سيرتو قدام الليسيات والكليات. عندنا وحدات سواء اللي تابعه كما اللي تابعه للمراكز ولا وحدات الاختصاص سواء امن سريع ولا ولا دوريات راكبه ولا هدم الكل يمشطوا محيط سيرتو الليسيات. وبالنسبه للفضوليين معناها نتصدوا لهم، احنا قاعدين سيرتو لكن اللي ما عنده حتى علاقه بالمؤسسه التربويه هيك راهو مش نطبقوا عليه القانون. مثال في المخالفات اللي عندهم في الدراجات الناريه اللي يجيو قدام الليسيات هذم يجيو او موتور وها ما عرف شنو ويزقزق، لكن بالنسبه لوحدات الامن السريع قاعده تتصدى لهم وتحزلهم في الدراجات النارية نتاعهم ونقدموا فيهم للمراكز و نكملوا فيما يخص التدخل الامني. معنا مكالمه هاتفيه مع سي انور عبد الكافي من ساقط. اهلا وسهلا بك سي انور. سي انور سي انور كان تسمعنا من الجهاز التلفزيون تسمعناش من التليفون على خاطر صوتنا يرجع لك. الو اهلا وسهلا بك سي انور. اهلا وسهلا بك سي انور. مرحبا. اهلا وسهلا بك سي انور، حبيت تدخل معنا فيما يخص موضوع الليله؟ ايوه نتكلم. تفضل مرحبا بك. يعيشك يا سيدي. بالنسبه نتكلم على النصيحه اللي كنت تحكيوا عليه الملف هذا. بالنسبه لحكايه السياحه هذه فما شويه ناقصنا شويه تنظيم في بلاد العربية. مثلا تو كيف يجينا سائح سواء ليبي واللي من برا يدخل يلقى شو يشوفك الحشر النحي ويشوفك شويه الزبل ويشوفك النصب نتاع الفوضى ويشوفك معناتها وجوع ما غطيو فيهم بالدبوشات واحد. انا بالنسبه لي السائح وقت ماذا بيه وقت يجي نسالكم ماذا بيك يجي يلقى حويجه باش وقت يخرج برا يحكي اللي يكون ساكر كي مشى لها لقى حاجه تسره وقى حاجه يرتاح لها. مش سائح يدخل في بلاش بلاد العربي في ناجي البيت ثم حجر من حي ثم حفره ثم حشاك مسكوكه من طينه فهمت ورواح مش باهيه ما تكريش احنا نحبوا يجي السائح للسقف. وقت يجينا السائح للسقف انا لازم يكون سائح بمعنى الكلمه. وقت يرى روحه في فرنسا ولا يرى روحه في المانيا ما يلقاش زبده وما يلقاش وسخ يجي للسقف نتاعنا باش يحب يترفع باش يحب نصوروا منه حاجه يجي يلقى الحوايج كيكم ويولي يحب يسافر اقل كما نقولوا احنا يولي مش قاعد في ساقط يمشي يخرج لسوسه ولا يمشي يخرج لتونس
احنا نقصروا كسائح احنا كمجتمع مدني سي انا ثم تو ما نخبيش عليك مده قبل العيد صارت ثم الشرطه عملت كما يقولوا البلديه عملت كنا النصب نتاع الفوضي وكل كنا حاتو وكل اللي معلقت باش على الجوامع حاتو تو من وقت تو مده بعد العيد اللي كان اللي عملوا الكل بنينا الكل عاودوا رجعوا له تو انا ما نخبيش عليك انا ساعه نشوف واحد ليبي سرقوا له جيب فلوسه يكون يدور فينا جديه باش يقضي حاجه باش نرفعوا احنا باش يمشي من عندنا وندفعوا فلوسه اللي مش عاطينا لا مسكين يعملوا كيما كان ويضربوه في الفلوس نتاعهم. انا بالنسبه لي انا السائح وقت يجي للسائح لازم يلقى ريحته. كيما نلقاو احنا ريحتنا وقت نمشيو مثلا ليبيا ولا نمشيو لمصر ولا نمشيو ما بلاصه نلقاو ريحتنا لازم نلقاو الناس يجي لنا للسائح لازم يلقاو ريحتهم. ماذا بينا يقتل عزيزا ماذا بينا ننظموا احنا شويه. وشوفوا ناس البيع وخصوصا ناس البيع راهو لا يوريك مكروه راهو شكرا لك سي انور شيء من الواحد يدخل ناس البيع انا فرحيه انا كنا راه فرت شهر تكسر ما نخبيش على بعضنا ما نبدلوش البيع واضح سي انور النظام هو اللي نجم يحسن كل الصوره هذه كنت تحدث سي محمد على التدخل الامني فيما يخص كل ما يصير في البلاد حتى قلت انتم عنا وليداتنا نحميهم وليداتنا اللي حاضرين من اول ما يكونوا ما يخرجوا من الدار حتى لين يرجعوا للدار وتعاملهم زاد مع السياح وغيره به خلينا نمشي سي سمير انا اقول صعيبه العمليه ماناش نعملوا بوليس على كل مواطن على كل تلميذ على كل تلميذه باللي باش تعمل العمليه وخاصه السياحه الترفيهيه سي محمد انت تعرف شيء هذا ما يخفاكش اللي معناها عمليه صعيب باش تحصرها دونك عمليه معناها الاش الخروج والا معناها الانفلات فهمتني معناها سهله وبالتالي معناها عمليه التاثير على ابنائنا وعمليه معناها فهمتني استدراجهم بالممارسات ربما لا اخلاقيه معناها وخاصه صغار السن ولا خاصه اللي عندهم مستويات معناها تعليميه ولا فهمتني دراسيه معناها مدنيه واللي عندهم معناها وضعيات اجتماعيه معناها قاسيه معناها مشكلة فقر مشكلة تفكك أسري معناها روابط أسرية معناها ماهيش متماسكة ما ثماش رقابة من قبل الأم والبو العائلة بليزوما هي بيدها داخلة في عيط معناها دونك الوليد معناها يلقى سهولة معناها بالانفلات وبالتالي ينجم يتم استقطابه معناها أنت ولا ذكر معناها هوني راه ما ثماش خاطر علاش بالنسبة للسياحة الترفيهية راه عملية استغلال تكون استغلال معناها الإناث والذكور والمشكله معناها انت تعرف شيء قداش تم اعتداءات جنسيه على الاطفال معناها من الذكور معناها عندنا برشا وضعيات في سباقس وحتى على الاناث وهذا مش نخافوا احنا من السياحه الموازيه هذه ما نحبوش تدخل لنا السياحه الجنسيه وفهمتني والحياه بار اكزومبل هونيه معناها تتبدل بالنسبه للصغار اللي مش فاهمين وكما قلنا نرجعوا للاسره دور الاسره فهمتني في ارساء القيم باش نجم تعرف معناها صغيرك انت معناها ثابت ولا مش ثابت معناها قادر معناها فهمتني باش يحولوه ولا مش قادر قادر باش ياثروا عليه ولا مش قادر به سي محمد بعد الثوره تفشيت العديد من المظاهر مظاهر الفساد باش نعطيك ابسط مثال وانت تعرف الحكايه هذه في منطقه صفاقس الجديده مش نقول وين البلايص فما في مقاهي يدخل معناتها سياح ولا غير سياح لهنا مش مانيش لهنا باش نعملوا اتاك للسياح نتاعنا لكن لا باش نقول لك انه فما مظاهر بنياتنا لطفي ربي يا حميم تقام تصيرات ويقولوا تفضل اختار اللي تحب فما أوكار فما نزل فما شقق مفروشة فما غيره لهنا التصدي الأمني وينه معناتها كيفاش يكون التصدي الأمني على خاطر لهنا إذا كان ما تكونش الأسرة والتربية والأمن ومجتمع كامل حاضر يظل مسؤولية الناس كل يظل الفساد هذا باش يمشي عمال ويزيد وإحنا ديما تجينا بلاغات وتجينا أنه الفرق ألقات القبض على جماعة معش أنا بالساعة يكريو أو كار فما بنيات صغار حتى من الليسي يوقفوهم ويهزوهم فما البارح بركة كان زملائنا يصوروا لقاو قدام محل تجاري كبير عون يقوم بعملية مع تحقيق سرية كي جينا نسألوه قال راو فما تفشي بنيات صغار راهم يجيو وراو احنا في حالة معناتها نطوقوا فيها يتعاملوا مع أشقاء عرب ويتعاملوا مع غيرهم حتى توينسا معناتها هذا ما احناش باش نخفيوه لهنا مسؤولية كبيرة برشا وصعيبة برشا يظهر لي اغزر لي اخت مروة بالنسبة للموضوع هذا احنا التلامذة سيرتو البنات من الإناث خط أحمر بالنسبة للمؤسسة الأمنية أنه مش تتمس بنية تلميذة كما يحكيه طوها بنية خرجت من الليسي وطلعت للدار
تكاد يكون استثناء، لأنه بالنسبة لنا الموضوع هذا خط أحمر ونخدمه في تنسيق تام مع السيد وكيل الجمهورية مع النيابة العمومية، ورانا نداهمه أي دار إذا بمجرد الشبهة والشك ونراقبوها الدار إذا تبين لنا أنه طلعت بنية سيرتو تلميذة، بالنسبة لنا خط أحمر يتم آليا إعلام النيابة العمومية وتوفير التعزيزات الأمنية وندخله. ثم الموضوع اللي موجود في القاوم نجموش نقولوا مش موجود، صحيح موجود، اما راه ماهوش شكل بنيات نتاع الليسيات ولا بنات نظاف، بصدق ثم بنات اللي هما جينيرالمون ما تلقاهمش اصيلي ولايه صفاقس، سواء تجي تمر بظروف ماديه صعيبه ولا تتلز باش تمشي في خطوط تمشي في ثنية اخرى. بالنسبه لنا المؤسسه الامنيه ليلهم بالمرساه، واحنا نخدم مثلا فرقه الامن السياحي براتيكمون تعمل في رقابه دائمه على المقاهي ولي سالون ديتي والمحلات الكبرى، الى جانب الدوريات نتاع فرق الشرطه العدليه ودوريه المركز مرجع النظر ووحدات الاختصاص كامله نتاع الاقليم، تشكيلات امنيه مختلفه نخدموا في نفس المواضيع. معناها بالنسبه لنا الديار هذه ماكم تسمعوها وتمت مداهماتها وتمت مداهمات للديار هذم، والبنات هذم اللي نشدوهم هم براتيكمون هما بيدهم ما هماش جيري سيديه، معنا عندهم حالة عود ولا يتوقفوا يتقدموا للقضاء يمشيوا للسجن يرجعوا. بالنسبة لنا احنا امنيا قاعدين نتصدوا لهم، اما وصلناش اللي يسوقوا فيه في الشارع مرحلة ناقوس الخطر هاو تلامذة، تلقى تلامذة شنو الموجود تلامذة انه تلميذة هي وتلميذ حاجة تخوف حاجة تخوف حقا، وهك علاش احنا قاعدين نشدوا هي مسؤولية تربوية راهي حاجة تخوف، راهم بنيات في الجامعة في المعاهد الثانوية معناتها حتى مش حتى, مش حتى بدون علمهم راهو فما اللي يقالون عليهم بدون علمهم يتم استدراجهم يكونوا التأثير عليهم في بالهم ماشيين في قهوة يلقاو رواحهم في بلايص أخرين. معناها لهنا نرجع لك كلمتك شوية قلت لي فما مش أصيلي منطقة صفاقس ويجيوا عندهم أمور اجتماعية صعبة هذا يظهر لي ما يلزناش معناتها ما يبررش أنه باش تمشي هكا ولا هكا، لكن يظهر لي معناتها الأمور فما 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 رقع في 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 معاهد وفما في في جامعات اللي تخليهم معناتها يمشيوا هكا وهكا. رأي المشكلة رأي في الشبكات وفي العصابات، فما عصابات معناها عباد عبارة على مافيا، معناها عصابات منظمة فهمتني قاعدة تخدم في الشيء هذايا، معناها فهمتني تأثر على الصغيرات وتستدرجهم فهمتني، معناها إناثا وذكورا فهمتني لممارسة معناها أفعال كي من هذه، وإلا بار إكزومبل يلقى روحه وليد وإلا بنية تلقى روحها مثلا في وكر دعارة فهمتني في فورا معناها ديار مكرية وإلا تلقى روحها بار إكزومبل صحيح معناها فهمتني في جماعة معناها ما عادش تنجم تخرج معناها في الفتلة معناها قضي الأمر بالنسبة لها، ودونك يولي باقي يقع ابتزازها وتهديدها معناها فهمتني الفات اللي توصل معناها فهمتني كيما نقولوا احنا يغروها حتى شكون معناها ثم عباد عندهم قوه تاثير، عمليه الاستدراج راه يتم حتى في الليسيات راه فهمتني ويغروهم ويعطيهم معناها ابعاد اخرى، ما يحكيلهمش يقولهمش باش نزوكم احنا سي محمد، ولكن يمشيوا يلقاو روحهم تحت الضغط ومن بعد يوليو يهددوا فيهم فهمت، دونك لازمها تمارس، وهذا لطف يا ربي ان شاء الله احنا ماهوش بدرجه كبيره وماهوش هو راهو بالنسبه للاوكار هذه اللي تحكي عليها ما نسميهاش انا اوكار فساد، ولكن الاوكار هذه اللي ربما فيها حاجات مخله ماهيش منتشره بكثره معناها في جهه صفاقس فهمتني، وما يخلوش منها حتى مجتمع راهي موجوده معناها فهمتني في كامل تراب الجمهوريه ساعه قبل كل شيء، ماهوش استثناء على صفاقس ولا مثلا ماهوش دخلها معناها عباد موجوده معناها في كل الجهات وفي كل العباد وفي كل البلاد وموجوده حتى في مناطق اخرى، اما المشكله اللي توا قاعده تخوف هو عمليه اللي يبعثوا معناها اخيرا تم معناها رصد جماعه من مصر يبعثوا نساء فهمتني من مصر فهمتني يبعثوهم هنا عن طريق معناها عمليه كما كيفاش يغروا فيه ويقولوا لهم باش نبعثوكم باش تخدموا في تونس فهمت، هما بعد يستدرجوهم يوجهوهم في اوكار دعاره اخرى فهمت، دونك يوصلوا هنايا وعن طريق معناها هذايا ضابط امني معناها ضابط امن هو اللي اكتشف العمليه العصابات كيفاش عمليه التجار بالبشر فهمتني لممارسه الرذيله في تونس هنايا فهمتني، وهيك هي السياحه الجنسيه نتحدثوا عليها دونك ثم الشيء هذايا مش موجود ثم تبقينا الحمد لله تو في المحيط المدرسي ولا المحيط نتاع المعاهد الثانويه ولا المحيط الجامعي راهو ثم امن مكثف ثم معناها مراقبه حتى من بعيد معناها يعرف اكيد هذه حاجه اي حاجه اللي يمنعش اللي راهو موجود كنت حكيت معك سابق قلت لي
قلت لك انا فما العديد من الشقق اللي النزول نتاعنا ما تصعبش للسياح، فما ترشي انه لازم معناتها حتى المنظومه الامنيه تخصص يعني تنظيم لكراء الشقق باش ما نطيحوش فيها، وشقه ولات ساعتها ب 50 دينار، هاي الشقه في من 10 يطلعوا لها تولي معروفه، حتى على الاقل انسان يبدا عايش ويعرف بحذيه جيران، يعرف سياح بحذيه، ما تكونش معناتها تكون امورها واضحه، الشقه هذه مؤجره في سجلات معروفه، تكون انتم منظمينها باش الامن يقل الضغط عليه، والمواطن اللي عنده صغيراته وبناته ووليداته يبدا مش خايف عليهم. بالنسبه اخت مروه للموضوع نتاع كراء الشقق المؤثه للاجانب، هو براتيكمون يتم كراءهم للاجانب الاشقاء الليبيين، بالنسبه لطاقه استيعاب النزل غير قادره على استيعاب الاخوه الليبيين الكل. تم تدفق كبير من الاشقاء الليبيين بعد الحرب الليبيه والحرب اللي صارت في ليبيا، احنا نحكيو بصفه عامه راهو معناتها باش صار تدفق اللي صار فيه، اللي صار فيه راهو بالنسبه لنا قبل 14 جانفي تم تدفق معين، بعد 14 جانفي وبعد الثوره الليبيه صار تدفق كبير، وليت ما عادش كان المرضى قبل برك، قبل كان الليبي اللي يجي مريض بالكلاوي مريض بعينيه، جاء اللي جاوا على اثر الحرب الليبيه، واحد ساقه تقسمت الاخر في يده الاخر جرحى تدفق كبير، اللي يجي يجيبوه 5-6 من عائلته، هو مش يرقد في الكلينيك طاقه استيعاب النزل غير قادره. بالنسبه لنا احنا كمؤسسه امنيه ما عندناش مشكل مع الناس اللي تكري في الشقق المؤثة بترخيص قانوني، يمشي يخرج رخصة من القباضة ويبدا ديكلاري، احنا ما عندناش معاه مشكل، يقع يتم الاعلام عن ايواء اجنبي، احنا ثم فصل في القانون يفرض على اللي يكري داره للاجانب ولا حتى النزل، حتى النزل يتولى الاعلام عن ايواء اي عن قبول اي اجنبي. بالنسبة لنا احنا اصحاب الشقق اذا يمشي يخرج ترخيص على روحه ويمشي للقبادة وياخذ الترخيص القانوني نتاعو ويتم الاعلام عن ايواء السيد هذا الاجنبي السايح سواء جاء سياحة اقتصادية ولا استشفائية ولا ثقافية ما عندناش معها حتى مشكل. اذا كان ما تمش الاعلام بالنسبة لنا ندخلوا في السلطة الردعية الزجرية وهو تحرير المحاضر وحالتها على القضاء. واضح به. سي سامي مبارك معنا من سياق صحابي داخل معنا على الهواء، اهلا وسهلا بك سي سامي. الو الو مساء الخير سي سامي. الو سي سامي تسمع فينا؟ الو قاعد نسمع انا سي سامي. الو مرحبا مساء الخير. مساء الخير سي سامي اهلا وسهلا بك. الو مساء الخير. مساء الخير اسمع فيكم. مساء الخير تفضل سي سامي، شنو تحب تدخل معنا؟ والله حبيت تدخلي، حبيت نحييكم ونحيي الساده المشاهدين. مرحبا. ونشكر الاطار الامني موجود وانا نشد على يديكم، وحبيت نتطرق الى الحلول. احنا الساق السخر بمناطق سياحيه وخاصه كينا تشهد، عندنا احنا التلوث هنا في كينا، ماذا بينا نقضيه على التلوث من اجل تزيح السياحه في صفاقس. وبالتالي نشجع الطفل على السياحه ونغير المنظومه التربويه في السياحه في صفاقس. الو نسمع فيك، تفضل نسمع فيك. ماذا بينا نرسخوا في مدارسنا وفي معاهدنا الثقافه السياحيه لدى الطفل. احنا نعانيو في تسويق الحافلات اللي يكون التصوير يكون باهظ، وهذا مشق على الطفل ومشق على المؤسسه التربويه. واضح. شكرا لك سي سامي، تنجموا تدخلوا معنا على الرقم 74-621-607 تفاعلوا معنا فيما يخص موضوع حصتنا اليوم، كيفاش نحميو وليداتنا. وصل بنا يظل سي سامي النقطة مهمة جدا، المنظومة التربوية شنية مسؤوليتها في انها تحمي وليداتنا، شنية مسؤوليتها في انها تأطر وليداتنا، انها كيفاش يتعاملوا مع السياح، كيفاش يتعاملوا مع الوافدين، حتى مش سياح، حتى مع مجتمع كامل. يظل لهنا فما لي زوغ كروز هذوكم اللي
ساعة في وسط الوقت اللي تخليه الصغير يخرج ويرجع، فما اللي يقعد قدام يوصل قدام الليسي ولا الجامعة ولا المعهد متاعه، يوصل قبل الوقت أكيد لهنا باش يشوف حاجات أخرى، عالم آخر اللي ما يشوفوش لأنا لا اللي يخدم للعائلة هذيك اللي تخدم طول النهار، يظهر لي منظومة كاملة لازمها تتصلح. سميرة، هو راهو من الصعب باش المنظومة التربوية ربما تتصلح على مستوى البرامج وعلى مستوى البيداغوجيا وعلى مستوى معناها فهمتني البرامج حتى في ضبط الوقت. أي اما هي العمليه راهي ماهيش بسهوله بما كان، ماهيش بسهوله هذه اكيد. انت باغ اكزومبل الناس الكل باش ترضي معناها غرور جميع التلاميذ، معناها الجدوله صعيبه العمليه ساعه فهمتني، لابد من وجود حصص فهمتني معناها فارغه هيك ولا زيرو كروز هذوما. ولكن تقول لي ربما على هذه لو كان نخلقوا فضاءات جديده في المدارس وفي المؤسسات التعليميه معناها في المعاهد الاعداديه والثانويه، ونحطوا قيمين فهمتني معناها ديسربيون كما كان النظام قبل سي محمد فهمتني. ويفرض على التلاميذ المشكله في عمليه الفرض توا احنا نسينا قبل تحدثنا عن المنظومه الحقوقيه، وحبينا نشوفوا مع سي محمد كيفاش المنظومه الحقوقيه اللي بدلت برشا معطيات اللي توا الصغير ما عادش نجم تحصلوا. انت تصور واحد في السكوندير تبارك الله راجل مراهق وسيرتو في مرحله معناها عندها خصوصيه زاده فهمتني، وتجي تفرض عليه باش يقعد في الكلاس وثم شكون يعس عليه، دونك ما يقبلهاش معناها في التطور هذايا فهمتني نتاع المنظومه التربويه. دونك صعيبه العمليه باش تحصرها ربما من خلال البرامج. وقتاش يكون دور مثلا الاسلحه هي من خلال برامج توعويه والتحسيسيه والتثقيفيه فهمتني، وبرامج حتى دراسيه معناها فهمتني الدروس اللي يقراوهم الصغار فهمتني يعطيو فيهم يبثوا لهم يمروا لهم افكار كما هما اللي يجيو قاعدين يبثونا في سموم لاطفالنا ويبثوا لهم معناها في خطابات معينه وعمليه تمرير خطاب معين تنجم انت في المؤسسه التربويه خاطرها هي الاقرب للتلميذ. التلميذ معناها في بلاصه باش يتعلم معناها قاعد يتلقن قاعد يقبل قاعد يستوعب، دونك هوني تنجم تاثر عليه من خلال معناها اتجاهات معينه ولا مواقف معينه. ابار زهرة وصعيبه العمليه باش تحصلها، وهذه كما قلت لك نرجعوا للسي محمد على المنظومه الحقوقيه نتاع الاطفال. باهي المنظومه الحقوقيه اذا تحب تفضل جيو. بالنسبه للمنظومه الحقوقيه صعبت بالحق المساله شويه، سواء على السلطه القضائيه ولا السلطه الامنيه ولا حتى المؤسسه التربويه. قبل المدير الليسي كان يحكم في التلميذ، وكلنا قرينا في الليسيات، كنا مدير الليسيين اكثر من نخافوا منه ونحترموه برشا ونقدروه. تو انا مثلا عملوا كنت رئيس مركز امن عمومي في سوق الزيتون، تم تلميذ جاء لاصحابه الكل في الليسي قال لهم اخرجوا ما تقراوش الكل روحوا. عاجبه بدنه بداين قال لهم كل تروحوا اخرجوا. كلمنا مدير الليسي مشينا جبناه. جاء ابوه مثلا قال لك انت بما قانون تزلي في ولدي وفجعته. ولدو فجع لي سي كامل لينا احنا مش نفجعو معناه لي سي كامل فجعو ولدو وخرجوا كذا. قال لك البو قال لك لا ولدي عمره كذا وكيفاش تفجعو هي لا مش حتى الاسريه المنظومه نتاع حقوق الطفل تنشوفوا معناها مجله حمايه الطفل حكيت على الحقوق وما حكيتش على الواجبات. ابش نرجع لك المنظومات الحقوقيه اكيد هذه نقطه يلزمنا نحكيو فيها، لكن نحب نكمل معاك سي محمد. احنا بالنسبه لينا هو القانون في الروح تاع التشريع يرمي للافضل ويرمي للتسامح، لكن برشا ناس يستغلوا الحاجه الخايبه فك التسامح القانوني ولا صحيح. المنظمه الحقوقيه تقول لك يا خويا تم وليد صغير نعطيه فرصه، لكن ثم ناس معناها ما عادش خذا برشا فرص. انتم كذلك فرق، انت تو قلت لي على حاله موجوده، معناتها قلت جاكم شخص جاك الولي نتاعك قال لك رجعتوا لي ولدي، انتم كيفاش تتعاملوا معاهم؟ الاحداث باش ما نقولوش احداث معناتها الوليدات اللي هكا معناتها كيفاش تتعاملوا معاهم؟ والله بالنسبه لنا نخدموا في تنسيق بالحق ونشكر برشا نسبه كبيره من مديري المعاهد. نخدموا براتيكمون مع بعضنا برشا برشا بالتليفون. إذا ثم تلميذ قدام الليسي ولا حتى ما يقراش في الليسي ويحسوا اللي هو مقلق التلامذة ولا ينجم يمثل مصدر تشويش للمعهد هكا ينسقوا معنا يكلمونا وإحنا ندخلوا سويفون الحالة متاع السيد. هل التلامذة هذا أسك عايد أسك تخلق بالإصلاحية ما تخلش أسك نظيف نشوفوا المحيط الاجتماعي متاعه. بالنسبة للمدير الليسي يعطينا حتى نمرو تليفون بوه برشا مرات نعيطوا للولي للمركز نعيطوا له نقولوا له اخويا جرى ولدك مش قاعد رايد وكذا وكذا ونحكيوا معاه ويجيب لنا ولده. وكما قلت لك بالنسبه لي احنا كسلطه امنيه راهو نتعاملوا على ما عندناش غايه للردع ولا العقاب اجتماعي اكثر منه دور وقائي. نعيطوا للتلميذ يا ولدي يهديك يا ولدي اقرا على روحك
اخر حاجه نمشيو معاه المرحله الثانيه اذا ما تحبش تقرا خلي الناس تقرا. المرحله الثالثه راه نطبقوا عليه القانون نطبقوا عليه القانون ونراجعوا النيابه العموميه، واذا لزم باش يتوقف ونوقفوا. ما هي المشكله سي محمد، هو القانون التونسي بالنسبه للاطفال معناها قانون الطفوله التعريف معناها في الطفل بقانون التونسي هو من 18 سنه وانت راجع معناها من 18 سنه وثم مجله تحميه معناها فهمني في الوقت اللي هو باغ اكزومبل باش طبق عليه الاشياء الزجريه ثم منظمات حقوقيه وثم مؤسسات. شنو دور المنظمات الحقوقيه اللي يمكن هل تساهم في انها بالحق تكون مجتمع وجيل كامل، والا انه تمرر بصفه هو لو ثم برشا جوانب ايجابيه في مجله حمايه الطفل، وانا ديما نعاتب عليها المجله هذه باعتبار فيها مجموعه حقوق وما فيهاش واجبات. دونك فهمتني، وثم حاجات اللي ربما العباد تستغل معناها فهمتني الثغرات الموجوده في مجله حمايه الطفل فهمتني باش الناس تستغل الاطفال. نعطيك حاجه بسيطه جدا، مثلا الاطفال اللي اقل من 13 سنه سي محمد معناها قانوني يعرف الشيء هذا، معناها ثم مبدا عدم تجريم الطفل اقل من 13 سنه، سيتادير ما ثماش مساءله قانونيه. ثم عصابات منظمه والجريمه المنظمه شو يعملوا؟ يستغلوا الاطفال هذوكم في الاجرام المنظم. علاش؟ خاطر ما ثماش مساءله قانونيه. دونك انا باغ اكزومبل ما نجمش نقوم بالفعل، ما نجمش نعتدي على رزاق سي محمد ولا على املاك ولا على صحته ولا اي كان معناها فهمتني. نستغل طفل صغير، نجيب ولد صغير اقل من 13 سنه معناها عمره 12 عام ولا 11 عام فهمتني، نعرف ظروفه الاجتماعيه معناها اللي هو مثلا ربما يعيش في حاله فقر ولا يعيش حاله في اضطراب نفسي ولا يعيش حاله تفكك كما قلت لك، معناها وضع اسري غير متوازن وبالتالي قادر على فهمتني استغلال الطفل هذا والتاثير عليه، بمقابل نجم نكريه فهمتني ولا نعرف ولا يعرفني نقول له برا مشي غير هيك ولا مشي يعمل هيك ولا مشي يسرق هيك وهيك اش قاعد تصير توا. دونك هوني يلزم مراجعه بالحق، معناها يلزم معناها ثم المساءله مهما كان معناها سن الطفل. انا احترامي للطفوله وانا راني نائب رئيس جمعيه دفاع على حقوق الطفل، ولكن نطالب الشيء هذايا دائما وابدا معناها فهمتني، بقدر ما ثم حق بقدر ما ثم واجب. لو كان ترجع المجله كل ما فيها حتى واجب ويلزم مراجعتها ويلزم تفعيل القوانين، ثم برشا قوانين غير مفعله. دونك يلزمنا نعملوا عمليه تطوير فهمتني للقوانين اللي متعلقه بحقوق الطفل. دونك باش الطفل ما ياخذهاش هكاك معناها ياخذها معناها مسلمات معناها بالنسبه ليه، وحتى الاولياء ما همش عارفين كما قال سي محمد قبيله، قال لك يجي يقول لك ولدي معناها ركبت فجاه عندي كامني. تصور هو معناها في البلبله اللي حدثها معناها في المؤسسه المدرسيه معناها ونشوف الاضطراب اللي صار في المؤسسه وقت اللي جاء الامن باش يحكي مع الاميابل معناها يحكي مع زاد بارضيه معناها نتاع تسامح نتاع حاجات اجتماعيه ماهيش زجريه، قالوا لا انت راك تسببت في ازمه نفسيه الولد. ازمه نفسيه باسم الحقوق اللي يحكيوا عليها. المنظمات الحقوقيه تقريبا خذات دور العائله، ولات هي في الشارع ولات هي في المدرسه ولات هي في حتى في النوادي، في نادي تلقاه نادي تجي تحكي على حقوق الطفل ورعايته وحمايته. شنو هي دور المنظمه اللي يلزم يكون خاصه في ظل معناتها التغرير بالابناء او غيره ومشاكل اللي تصير؟ شنو دور المنظمات هذه اللي يلزم يكون حقه مش تعطي كان الحق اكيد زعما هي شوف هي راي المؤسسات هذه ولا المنظمات هذه، ونحكي انا مثلا مؤسسه حمايه الطفوله في صفاقس المتمثله اللي مثلها معناها مندوب حمايه الطفوله في جهه صفاقس معناها بالحق دوره جبار معناها يتعامل مع الاطفال الكل ويتعامل مع الاجهزه الكل معناها فهمتني معناها دو تيل فاسون باش ما يخليش الاعتداءات ولا فهمتني على الاطفال ولا سوء معامله الاطفال ولا استغلال الاطفال معناها اما في التسول ولا في الجريمه ولا في الجنس ولا غيره. دونك دوره كبير برشا المندوب هذايا، المندوب هذايا يدافع بالحق على حمايه الطفل من كل اشكال الاساءه ومش ما يعطيش زاد الحق وقت اللي ثم مشاكل باغ اكزومبل ناخذوا في مجال نتاع الطفوله الجانحه. الطفل الجانح ولا الطفل في نزاع مع القانون وقت اللي يعمل مشكله وهو اقل من السن القانونيه، دونك هوني يدور المندوب بحمايه الطفوله باش يعمل معناها الوساطه يتدخل صحيح يتوسط معناها فهمني لدى عائله المتضرر ويقوم معناها مقام الطفل هكا ويعطيوها كما نقولوا احنا مهله. باش ما فهمتني خاطر معناها اخر الطب الكي معناها في الاخر يتم حاله الاصلاحيه وقت اللي فيه معناها حاله تعود كما يقول سي محمد معناها قاعد يعاود يكرر معناها في الافعال الشنيعه نتاعو. دونك وقتها يتم احالته للمركز المراكز الجهويه وباخذ زاد حتى المراكز هذه راهي باخذ الاسلاح معناها على الاقل يطلقها غاديك تكوين يطلقها غاديك معناها حاجه يعاود اعاده تاهيل معناها فهمتني ياهلوه على مستوى نفسي وعلى مستوى فهمت على جميع الاصعده. تو نجيو مع بعد شويه مع مدام شكريا الحكمي المحاميه باش تحكي لنا على القانون وشنو يقول في استدراج الاحداث وشنو هي العقوبه كيف كيف زاد باش نحكيو على شنو هي القانون كي يطبق فما توعيه ولا نرجعوا ديما على تفضل سي محمد. بالنسبه للمنظومه الحقوقيه نتاع الاطفال بالحق كما قلت لك فيها جانب كبير
هو الحماية النساء على خطر الصغيرات ما ناخذوش تونس كوم اكزامبل، ثم حتى في دول الأخرى الصغيرات يضروا برشا، سواء يخدموهم بالسيف هما صغار يتمسوا يتعرضوا لرجات نفسية. هل المجلة هذه باهية في ضمان حقوقهم؟ تم شوية ساعات العائلات ياخذوا الحاجة الخايبة ما كالقانون. احنا بالنسبة لنا كما قلت سي سمير برشا يستغلوا الصغيرات هذم، سيرتو كما عندنا احنا كما نحكي لك كأمن نعيش الوضعية هذه اكل لي باركينج السيارات. احنا الناس اللي ما عندهمش ترخيص من السلطة البلدية نوقفوهم، معروف يتحال على القضاء بحالة ايقاف. شو يعمل؟ يجي يكلف ولد صغير باش يستخلص وبعد يجي هو ياخذ له الفلوس. احنا اش نعملوا هنا؟ يولي الامن مطالب بمجهود اضافي، نعملوا مجهود اضافي. في الحالات العاديه كي نشدوا انسان راشد نجي ونهزوه نطبقوا عليه القانون يتوقف، ما عندوش ترخيص يتوقف. كي نشدوا ولد صغير نولي ونسقوا مع عندهم حمايه الطفوله ونعرفوا احنا بحكم خبرتنا تعرفوا اللي هو نعرفوا شكون يخدم فيه، نولي ونجيبوا اللي يخدم فيه ونوقفوه. نسمعوا الولد الصغير هذا بحضور وليه، واذا ما ثماش وليه بحضور مندوب حمايه الطفوله ويقول لنا شكون يخدم فيه ونجيبوا السيد اللي خدمه ولا اللي استغلوا، ولا حتى اذا السيد ما لقيناهش نعملوا فيه برقيه تفتيش ومن بعد نشدوه. تقريبا نسب تشغيل الولدات هذه الصغار والله استغلالهم مش تشغيلهم، هو استغلالهم هو استغلالهم. هما شنو بالنسبه ثم برشا مواطنين ما يفهموش في القانون، يمشي في باله يقول كان كي مش نخدم ولد صغير لا جريمة في الموضوع باعتبار الولد الصغير هذا، لكن هو ناسي اللي احنا كسلطة أمنية الطيار يلزمنا نوقفوه، مش يضعف الجهد وكو في بلاصة البوليس مش يخدم ساعة يولي يخدم ساعتين، نزيد ونكملوا معاه السيد هذا، نكملوا معاه للآخر نقول له يا أخوي أنت ما خدمت وليد هذا هاي عطوا نجيبوا دارهم. يقول لك جنرالمون الولد هذا مش تلقاه مشرد ما عندوش عائلة، به نجيبوا مندوب حماية الطفولة وندخلوا المؤسسات الاجتماعية نوفاو مشكلة الوليد هذا ونوقفوه السيد اللي استغلوا ويتحال على القضاء بحالة ايقاف. واضح به. خلينا باش منو خطر يمكن سادة المشاهدين يقولوا بدينا نحكيوا على السياحة الموازية ولينا نحكيوا على الوليدات هذوما. اي فما فما سياحة اللي فما سياح ينجموا يدخلوا معناتها يجيوا لهنا ويروجوا ممنوعات، فما مخدرات، فما معناتها أمور أخرى اللي ما تخفى حتى حد. معناتها أنتم كيفاش تتصدوا للأنواع هذه خاصة مع وليداتنا الصغار النشأة؟ خاطر يمكن إنسان عاقل وراشد هذاك تخطات المرحلة هذيك، لكن احنا عندنا لهنا يمكن الهدف من حصتنا أنه ديما نوعي وأنه ديما نحاول نوقفه، إذا كان فما تيار نحاول أنه نوقفه. أخذر لي بالنسبة للموضوع هذا سواء متاع المخدرات ولا متاع التعدي على الأخلاق ولا الامور هذه الكل راهي ماهيش حاجه خلقت جديده في تونس، اكيد هي احنا قلنا افراد للثوره وما بعدها، هي من قبل الثوره موجوده وتكاثرت بعد الثوره. تكاثرت بعد الثوره علاش؟ وقع تجاسر على القانون بعد الثوره وتجاسر على مؤسسات الدوله، وهذه حاجه نعرفوها الناس كل عندنا ما خبيو. بعد 14 جانفي وقع تجاسر على مؤسسات الدوله، ومن بعد استرجعت المؤسسات الحكوميه هيبتها واسترجعت الدوله هيبتها. أما بالنسبة للبريود الأولى اللي بعد الثورة وقع تجاسر كبير وصيرت وكحالة النهب اللي صارت في وسط في الأيامات بيدها متاع الثورة اللي عدى شهر يقول لك أنا ها وما صار لي شيء، سرقتها كالأيامات متاع الثورة وانهبت وما صار لي شيء، ما صار لي شيء يستسهلها استسهلها. وقتاش قاعدة تشهر الوضعية هاكي لين رجعت المؤسسة الأمنية المكانة متاعها واسترجعت عافيتها ورجعنا نتصدوا للظاهرة هذه. بالنسبة للظاهرة هذه سواء متاع المخدرات ولا متاع بيوت الدعارة هي موجودة من قبل، لكن بعد الثورة تكاثرت. علاش؟ كما قلت لك بالنسبة للتدفق الكبير متاع الأشقاء اللي بي تدفق كبير سواء للسياح للعلاج ولا حتى هربوا من نار الحرب في ليبيا ولا يجيب صغار ومرته ويجي لهنا باش يستقر على خاطر تونس بارابور للبلدان العربية اللي صارت فيها ثورات الكل تونس مستقرة بنسبة كبيرة. ما عندناش الحوايج اللي صايرة في الدول الأخرى. هما خير ويجيوا لتونس، في جيانهم لتونس سترين نورمال
كيما نجي نقول علاش في صفاقس، ترين مال في صفاقس وتونس وسوسة مش تلقى أكبر نسبة، لأنه صفاقس فيها أكثر من مليون ساكن. كي تجي تشوف الجرائم اللي سايرة، كي تعمل استاتستيك تلقاها نسبة الجريمة طايحة ضعيفة. وهك تشوف دايار في المؤسسات الأمنية قديش قاعدة، المؤسسة الأمنية قديش قاعدة تعمل في قفات وتفكك في شبكات متاع دعارة وتفكك في شبكات مخدرات براتيك مو كل جمعة تفكيك، ولا حتى مش كل جمعة قاعدين فككناه. قال لي كل جمعة معناتها مش قلت لك كل جمعة معناها عمل مستمر. خاف وإيه هو بين العمل المستمر ما خاف ونكون متكاثرة الحكاية. قص على كلامك زي محمد. مش معنى كل جمعة نشدوه، فهمني؟ احنا العمل المتواصل وبالنسبة للتيار هذا متاع المخدرات ما هواش في ال موصلش للثقل اللي يتروج له. هو داير راهو بالنسبة لي انك مفككوا شبكة متاع مخدرات راهو نشدوش واحد يتكيف، مش نشدو اللي يتكيف والمروج والمستهلك، معناها الشبكة كاملة تتفرك. معناها مش الاخرى سي محمد لو تو هو السؤال تطرح، معناها هل ترى افراز هذا بعد الثوره والا قبل الثوره؟ هو لو موجود الشيء اللي يحكي به سي محمد، معناها ساعه انتشار المخدرات وتهريب المخدرات واستهلاك المخدرات وتوزيع المخدرات في تونس موجود بكثره قبل، وحتى الدعاره راهي موجوده بكثره، معناها سابي اكس تو معناها فهمني قديمه قدم الزمن فهمت في تونس. ولكن المشكله اللي قبل زاد اللي كان مسكوت عليه حتى الاعلام، معناها حتى دوركم انتم امبارح في الايام كان حتى واحد ما يتكلم على قضايا بسيطه تتعدى معناها.